منتابع بفقراتنا ومنتابع كمان مع أليكسي نعمة مدير الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر اللبناني اللي صار جاهز معنا حتى يعطينا كمان عملياتهم بالساعات الماضية. صباح الخير أليكسي. بونجور، صباح النور، يعطيكم العافية. انت كمان تفضل. حصلت حوالي 24 ساعة اللي قطعوا في عنا 17 حادث، 18 إصابة، موزعين على بيروت حادثين، إصابتين، جبل لبنان 9 حوادث، 19 إصابات، الشمال 5 حوادث، 5 إصابات، والجنوب حادث واحد وإصابة واحدة. تتوزع أنواع حوادث بين مشاة، دراجات نارية، سيارات، شاحنات وباصات. أما الأسباب انعصمت بسرعة، مصدر إلات، مشاكل ميكانيكية وانزلاقات. نعم. أما بالنسبة للمهام اللي قامت فيها فرق الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر، سجلت عدد مهمات طوارئ 237، مهمات عادي 200 مهمة واحدة، و16 نقل مريض من مستشفى إلى أخرى، بالإضافة إلى المهمات العمومية المخصصة قرار البلد عددها 110 مهمات بال 24 ساعة اللي قطعوا، كما وتم نقل 62 شخص استفادوا من اللقاح بال 24 ساعة اللي قطعوا. هيدا كل شيء بيعطيك العافية. شكرا لك أليكسي، لكل عناصر الصليب الأحمر الله يحميكم أنتم كمان، ميرسي كثير. أكيد فتح الخط على 014